السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بروبلم جديدة اسمها ليرد الكاونتر من كود فورسز، معاكم اسلام العواملة من سولفر تو بي. هلا هاي البروبلم بتحكي انه في شاب اسمه مالك. مالك بعيش بعمارة فيها 100 طابق من 0 ل 99. هلا هاي العمارة فيها مصعد، المصعد فيه كاونتر، الكاونتر بظهر لك الارقام بالشكل هذا، إنه هما بيكون عبارة عن ستيكس مع بعضهم مركبين مع بعض. هلا بأحد الأيام مالك كان بطابق 88، قرر إنه يروح على الطابق 0. لما ركب الكاونتر لقى محل 88 89. لما نزل لتحت طابق دايركت طلع عنده على الكاونتر 87. لما فكر لقى إنه في مشكلة بالعدد الكاونتر اللي بظهر لك إياه. يعني هلأ هو المفروض 88، بس هون في ستيكس ما ظهرت لحتى ظهر له 89. هلأ هاي مشكلتنا، ان الكاونتر بظهر لك ارقام بشكل خطأ، في انبوت وفي اوتبوت زي ما تعودنا. الانبوت عبارة عن 0 ل 99 عدد الطوابق، الاوتبوت الرقم اللي انت بيطلع لك انه قديش ممكن يصير في خطأ بالرقم اللي انت دخلته. مثلا 89 ممكن يصير في خطأين، و00 4 أخطاء وهيك. انا وضحت لكم اياه بشكل بسيط برسمة بنت متواضعة. هلا انا من 0 ل 9، تمام. هلا ممكن انه يظهر لك الرقم بشكل صح اللي هو باللون البيربل، ما يكون في عنا اي مشكلة. يمكن انه يزيد هون ستيكس فصار 8. كل رقم يمكن انه يزيد عليه ستيكس او يزيد ستيكس فحتى يصير عنا رقم تاني. يمكن يظهر لك اياه بشكل صح زي ما حكيت لكم، بس ممكن انه يزيد ستيكس لحتى يصير رقم تاني. هلا الرقم الوحيد اللي مستحيل يخطأ فيه ايش هو؟ اللي هو 8. ليش؟ لانه كل الستيكس معبيين فما هيضيف اشي، فهيضل هو الصح. هلا حل السؤال تبعنا كتير بسيط، انه انا هعمل الريز. هل الري احط فيه الارقام اللي باللون الاصفر؟ ايش الارقام اللي باللون الاصفر؟ اللي هي قديش ممكن يصير خطأ بالرقم. بعدين راح اعمل عملية بسيطة حسابية يفصل لي الاحاد عن العشرات، وناخذ الاندكس تبعونهم لحتى يظهرنا الاوتبوت المطلوب، تمام. نروح نبلش نحل بالاشي اللي حكيت لكم اياه. حكيت لكم انه راح اعمل الريز. هلا هل الري ايش راح يكون نوعها؟ راح يكون نوعها انتجر الري، تمام. هلا هاي الري شو راح يكون فيها؟ راح يكون فيها عدد الاحتمالات اللي ممكن تصير او ممكن يصير خطا باي رقم من 0 ل 9. يعني من اندكس 0 لاندكس 9 كل اندكس فيهم هيكون عدد الاخطاء اللي ممكن تصير بالرقم هذا. يعني مثلا اندكس رقم 0 ممكن يصير فيه خطأين، اندكس رقم 1 ممكن يصير فيه 7 أخطاء، اندكس رقم 3 ممكن انه يصير رقم 2 ممكن يصير فيه خطأين، وهكذا. تمام، هيك عبينا الاري من اندكس 0 لاندكس 9. 9 هيكون فيها ممكن يكون فيها خطأين، تمام. كونه في انبوت انت بدك تدخله، فبدك تعرف متغير واي مثلا. هلا كونه في ادخاله ومتغير وهيك، فهيكون في اكيد عندنا شو هيكون في عندنا سكنر. هلا كونه في سكنر فش راح يكون في عنا؟ راح يكون في عنا امبورت، بس احنا ما عملنا امبورت فيطلع عنا ايرور. فبس نعمل نصحح النيو سكنر، بس نصحح نعمل امبورت راح يروح الايرور، تمام. هلا بنطلب من المتغير انه انت دخل لي الرقم اللي انت بدك اياه، نيكست انتجر، تمام. هلا شو هاي العملية البسيطة اللي حكيت لكم عنها؟ هلا ببساطة فيها مشكلتنا الحلوة فيها إلها كتير حلول، بس يمكن هذا يكون أبسط حل
لإلها. هلأ مثلا 89 اللي كان بالسؤال، لما أنا أقسمه على 10 أخذ الناتج وأخذ المد، بعدين رح يفصل الرقم أحد، يعني رح يعني هيصير 8 لحال والتسعة لحال، تمام. هاخد الاندكس تبع 8 والاندكس رقم 9 اللي بالأراي اللي أنا عملتها، هيكون شو فيهم؟ هيكون فيهم عدد الأخطاء اللي ممكن يصير، بعدين نضربهم بعض. بتمنى تكون فكرتي وصلت لكم. مثلا أنا بروح بجيب لي الأراي اللي أنا عملتها، تمام. بعدين الرقم اللي أنت دخلت لي يا يوزر لما تقسمه على 10 بيطلع 8. روح لي على إندكس 8 اللي هو 1، جيب من 1 اضرب لي إياه بالرقم اللي أنت دخلته يا يوزر مد 10، هيطلع 9. روح لي على إندكس 9 اللي هو 2، اضرب ببعض هيطلع لي 2 نفس ما هو مكتوب بالسؤال. نعمل تيست عشان نتأكد. هي 89 مفروض يطلع لي 2، فحنا لحد هلا صح. نعمل انبوت تاني مثلا 0 0 4، لحد هلا امورنا تمام. عشان نتاكد انه حنا صح وما في اي مشكله، بنروح على وين؟ على كود فورسز زي ما عودناكم، نعمل سبميت ونخلينا اياه هو يعملنا اكسبت. عملنا بيست للسؤال، نعمل سبميت. السؤال من كود فورسز اسمه ديجيتال كاونتر 900 495. هيك عمل اكسبت، معناته احنا حلنا صح. بتمنى تكون استفدتوا من الفيديو. لايك وشير لصفحتنا، ويعطيكم ألف عافية.